اصلا الاعتراف الاسباني كان خاصه يجي عاجلا ام اجلا، نظرا لان اسبانيا لن تظل في المنطقه الرماديه الى ما لا نهايه، هذه واحد. ثانيا لان البراغماتيه السياسيه تفرض على الحكومه الاسبانيه ان تبحث عن مصلحه غرف صناعه وتجاره والفلاحه والصيد البحري ديالها، خصوصا انها المستفيد الاول من المغرب، من العلاقات الجيده جدا مع المغرب، يعني ضروري تفرض عليها. ثانيا العمق الاقتصادي والامني للجزر الكانارية مرتبط بعلاقات جيده مع المغرب. العمق الاقتصادي والامني لسبتهم ليليا نفس القضيه، العمق الاقتصادي والامني للاندلس نفس القضيه. حاجه ثانيه، حتى اتفاقيه الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي من يستفيد منها بحاره مدينه برباطي قرب كاديس، بمعنى ان اسبانيا والاسبانيين هم المستفيدين، اكبر مستفيد من الموضوع. وهذا يحيلنا يرجعنا الى انشاء اول سفاره إسبانيا في المغرب، اللي هي سفارة خورخي خوان سنة 1766، واللي بعدها هي كانت أزهى فترة من فترات العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصا بعد اتفاقية تناخويس الأولى 1767، الثانية 1780، اللي اتفاقية التجارة والسلم بين المولى محمد بن عبد الله محمد الثالث وكارلوس الثالث، واستعادة بعد اتفاقية العبيد التي كان أول طرف فيها هو محمد الثالث سيدي محمد بن عبد الله، اللي دار اتفاقية العبيد مع لويس السادس عشر، وبعد ذلك انضمت إسبانيا واستلم منهم 10,000، استعاد 10,000 من 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 من, من الأسرى في الدولة الإسبانية، فيهم 4,000 مغربي و6,000 ما بين جزائري وتونسي سلمهم. يعني كانت فترة جميلة جدا ما بين البلدين، وهو ما كنا ننتظر، كنا ننتظر عاجلا أم آجلا الساسة الإسبانيين سيفكرون في هذا، وهذا ما قال وزير الخارجية الإسباني، قال أن نحن نبحث عن مصلحة دولتنا ومصلحة شعبنا ورفاهيته، وهذو مرتبطين بالعلاقة الجيدة مع المغرب. تأخرت لأن خصنا نعرفوا بأن كاينين أحزاب وكاين تيارات كبيرة في إسبانيا، وهناك أحزاب ناسيوناليست وطنية تدعم الانفصال، وهناك احزاب مثل بوديموس الابجديات السياسيه تاع هذا الحزب اللي هو اقصى اليسار، هي دعم حركه التحرر بين قوسين، بمعنى انه باش تقنع باش يجي حزب يقنع جميع الاحزاب الاخرى بهذه الطريقه يعني. وثانيا انه خصوصا ان بوديموس ما عمره كان في الحكم، نهار دخل بوديموس في الحكم بان له بان مصلحه شعبه شيء، والشعارات شعارات الحرب الباردة شيء آخر، يعني لا 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 يمكن أن نجمع بينهما. يا إما يشتغل لمصلحة شعبه، عندما يفكرون في الشعب سيفكرون في علاقة جيدة مع المغرب، وهذا ما حصل. الدبلوماسية الهادئة بدل دبلوماسية رد الفعل، دبلوماسية هادئة، حتى المغرب أصبح يبحث عن مصالحه وتكلم بوجه مكشوف كما قال صاحب الجلالة، اللي اعترف مغربية الصحراء اهلا وسهلا، اللي ما اعترف يمشي يقلب في الاستثمار، ليس له مكان في المغرب وفي الصحراء، وهذا هذا هو مربط الفرس. يعني عرفوا بان المغرب اصبح يتحدث بلغه بلهجه سواسيه، يعني مشى ذاك التعامل العمودي التي كانت تتعامل به الدول الاستعماريه مع دول افريقيا، مع دول جنوب البحر الابيض المتوسط. المغرب شافوا بان المغرب ولم يتراجع، يعني قال لهم هل كاين لك، مع المانيا قوة اقتصاديه في اوروبا، بعد ذلك مع اسبانيا، وما يظهر لنا أن رجاحة الموقف المغربي هو اعتراف ألمانيا واعتراف إسبانيا، وعلاقتنا الجيدة مع فرنسا تنهي أي مشكل مع الاتحاد الأوروبي. ولكن خاصنا نعرف بأن فرنسا علاقتهم اللي بالجزائر كمستعمرة ديال 130 سنة، يعني كاين بزاف ديال الأمور تلعب هناك، استغلال سوناتراك، استغلال فرنسا داخلة في بزاف ديال المسائل لا يمكن أن تضحي بها. ما ينفعنا من فرنسا، لا يمكن ان نفرض على طرف الاعلان بان ما دام هو يدعمني في مجلس الامن ما عندي ما ندير بها انا يعلنها. سبق ان اعلن مثلا اخوان كايخون باينه، هو برلماني على الحزب الاشتراكي، جا معنا في زياره نظمناها في 2009، وفرضت عليه وسائل الاعلام ان يعطي تصريحا لدعم الحكم الذاتي، ودعم الحكم الذاتي، وقامت مظاهرات في اسبانيا بتصاور اطفال الصحراويين، يعني بزاف ديال المسائل انهوا حياته السياسيه. الجمعيات التي انشاتها البوليساريو هذيك ظهرت، ولكن كانت قليله جدا، يعني الحضور كان قليل. ثانيا الاسبان، نتكلم عن الحكومه الاسبانيه، سوقت الامر كمصلحه الاسبان، قمنا بهذا لمصلحه اسبانيا. في الندوه الصحفيه اللي قام بها وزير الخارجيه سولته صحفيه قالت له
وهل ناقشت مع المعارضة؟ قالوا المعارضة لن ترفض، لأن المعارضة في 2001 حين كانت هي في الحكم، مريم الرخي في 2011 2012 قال مباشرة بأن ما قام به المغرب والاتفاقية والحكم الذاتي هذا حل جميل جدا، ويبين استعملوا اسم التفضيل أكثر أحسن، أفضل ما قدم، أكثر مصداقية، أكثر يعني يعتمدوا على هذا اسم التفضيل باش يبينوا مقارنة للمقارنة. وهذا ما يعني قال لهم لن ترفض المعارضة، ممكن يسوقوا تصريحات متشتة علاش لإرضاء القاعدة مثلا لتسويق واحد الموقف، ولكن الموقف هو رأي دولة، الموقف لن يتغير لأنه مدعوم، الموقف اصلا مدعوم من غير نتكلموش على الحزب كاع اصلا الكبير في الحكومه، كنتكلموا على غرف التجاره والصناعه والخدمات والصيد البحري، كنتكلموا على واحد اللوبي كبير جدا مصلحته مع هذا القرار، وهذا هما اللي بغض النظر عن السياسه وعن الحكومه ولا طبيعه الحزب الحاكم طبيعه اي شيء حاجه، لان عصب الحياه راه كنتكلموا على 17000 شركه اسبانيه تتعامل مع المغرب، كنتكلموا على 700 شركة إسبانية متواجدة في المغرب، كنتكلموا على 16 مليار دولار ديال التبادل التجاري، كنتكلموا على 21% من التبادل التجاري اللي تزاد ديال الزيادة ديال التبادل التجاري في عز كورونا في 2020-2021، كنتكلموا على 99% من البواخر التي اللي مستافدة من اتفاقية الصيد البحري إسبانية، كنتكلم على العمق الاقتصادي والعمق الأمني ديال جزر كناريا، وهذا مهم جدا بالنسبة لهم هما، راه ما كنتكلموا ثانيا انه منين نتكلم قال لهم انا قبل ما نتكلم معكم دابا قال لهم اليوم كان عندي اتصال مع رئيس جهه كانارياس ومع مع هذوك اللي الحاكم على سبته والحاكم على مليليه ورئيس جهه الاندلس لانه هما تابعين لجهه الاندلس سبته مليليه، قال لهم وكلهم معايا في الطرح، يعني ملي كتكلم مع رؤساء الجهات معاك، رؤساء الجهات عندهم قواعد عندهم غرف تجاره وصناعه وخدمات وفلاحه، يعني الامر قرار امه قرار دوله. المستقبل غادي تسدوا، اذا كنتكلموا على اولا غادي تدخل واحد القوه اقتصاديه كبيره اسبانيه في الصحراء المغربيه للاستثمار، هذا مزيان لنا حنا، حتى الزيارات الان كاين داير جدا والزيارات والزياره ثانيه حتى كناريا غتبدا، الخط البحري غادي يبدا مع طرفايا، يعني كاين بزاف ديال المسائل الاقتصاديه اللي تستعود بالنفع علينا حنا اولا وعليهم حتى هما، لانهم حتى هما رابح، هذه حاجه. ثاني حاجه كاينه في المستقبل ديال هذو العلاقات، غادي يتقلص شويه الحجم ديال الدعم اللي كان الجهوي ديال الجهات اللي كان كيمشي اللي كان كيمشي للبوليساريو كان كيمشي للمخيمات، اصلا كيتباع في الطريق ما كيوصلش الناس ما كيوصل هادشي، غادي يعودوا بعد عن كاينين حتى احزاب اخرى تدخل في الطرح، وهذا كيحجم شويه القوه تاع البوليساريو، اللوبي تاع البوليساريو غادي يمشي شويه وكيتحجم.